مشروع واعد جدا هدفه حماية الحياة البرية المهددة بتلوث الهواء والمياه في الصين. ليلي الرسام والناشط في مجال الرفق بالحيوانات يعتزم رسم كل أنواع الطيور الموجودة في الصين. هناك حوالي 1300 نوع وقد انتهى من رسم 100 منها تقريبا. أضع المال الذي أكسبه من رسوماتي في خدمة حماية الحيوانات، والسبب أن الحيوانات والنباتات والطبيعة تلهمني ويجب أن أشكرها، والطريقة الأفضل للقيام بذلك هي المساعدة على حمايتها. يتوجه ليلي مرة أسبوعيا مع فريق من المتطوعين الآخرين إلى الجبال المحيطة ببكين، وفي الشتاء مهمتهم الأساسية تأمين ما يكفي من الطعام لطير اللقلق، والطيور التي تمر من هنا تأتي من روسيا، هناك 2000 منها فقط في العالم ونصفهم في الصين. هذا هو نهر جوما، والسدود تمنع المياه من التدفق فيه. ما نفعله هو تكوين بركة من المياه تتجمد لاحقا، ثم نكسر الجليد ونضع أسماكا داخله. بهذه الطريقة الطيور لن تموت. جمعية المحافظة على الحياة البرية الأمريكية ومركزها الرئيسي في نيويورك تدعم ليلي وفريقه وتساعدهم على تسجيل تفاصيل دقيقة جدا عن الطيور والحياة البرية في المنطقة، ويعتزم ليلي على نشر ثقافة خاصة بالسكان المحليين لوقف ألعاب الصيد والرماية، خصوصا تلك المستخدمة في المطاعم الخاصة بالسياح. حين أرى حيوانا مصابا قد أنقذ وتمت معالجته وخرج إلى الحياة البرية مجددا، أكون في أسعد أوقاتي. ونتيجة جهود الحفاظ على الحياة البرية قرب نهر جوما، عاد وارتفع عدد اللقالق السود بعدما تراجع عدده في العام 2000، ويأمل ليلي في أن يكون جيله هو الذي يطلق جرس الإنذار البيئي بعد سنوات طويلة من الإهمال واللامبالاة.